السلام عليكم أعزائي عزيزاتي مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في الحلقة الثانية من حلقات برنامج نسمات رمضانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان: أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وها نحن الآن في أيام المغفرة، فنسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا ويرفع عنا خطايانا، إنه هو الغفور الرحيم. شهر رمضان شهر القرآن، فيه أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على نبيه الكريم، فلنستمع لهذه الآيات الكريمات من سورة البقرة التي تذكرنا بهذا الحدث العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. ومن روضة القرآن إلى روضة الحديث النبوي، ونلتقي مع صديقتنا خديجة في فقرة الحديث الأسبوعي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث الأسبوع عن أبي درداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل من ميزان عبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، رواه الترمذي. إذن يجب علينا أصدقائي صديقاتي أن أحسن أخلاقنا، يجب علينا التصرف دائما بأحسن أخلاق، ألا نكذب، ألا نسرق، ألا نخون، ألا نلمس بعضنا بالألقاب، ألا نتجسس. فالأفضل شيء في ميزان العبد هو حسن الخلق، وبالتالي فيجب علينا أن أتصرف وفق الأخلاق التالية: أن أكون صديقين، أن أحفظ عهد، أن نتكلم بالكلام الطيب، وغير ذلك من أخلاق الحسن. بارك الله فيك تلميذتي خديجة. حقا دين الإسلام هو دين الأخلاق، هو دين المعاملات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه دعوة لأن نتخلق بأحسن الأخلاق ونترك عنا مساوئها. من جو الحديث والقرآن نمر الآن إلى صديقتنا وهيبة. وهيبة ستعلمنا اليوم مهارة من المهارات اليدوية في فقرة تعلم مع وهيبة. السلام عليكم أصدقائي صديقاتي الأعزاء، مرحبا بكم في فقرة نتعلم معي. نبدأ على بركة الله. سنعرض لكم اليوم رسم عن فيروس كورونا. نأخذ بيركارت، ثم نأخذ القياس الذي نريده للدائرة، نرسم الدائرة، ثم نأخذ قلم ونرسم العينان كما في الصورة، بعدها الحاجبين، بعدها الفم، ونرسم الأسنان الحادة، ونركز كثيرا على هذه الأشكال المحيطة بالدائرة المعروفة لدى فيروس كورونا. سننتقل لتلوينه. بعد تلوينه هذا هو الشكل النهائي له. نمر إلى التشكيل بالورق كما في الصورة. سأشكل مثل هذا المستطيل لوضع الأقلام ووضع الأدوات إلى غير ذلك، الحاجيات التي نستعملها. نأخذ ورقة مستعملة أو ليست مستعملة لا يهمنا، نثني الورقة هكذا، ثم نثنيها ثانية، ثم نفتحها ونثني هذا الجانب كأننا سنصنع طائرة ورقية. نترك الورقة الأسفل ونأخذ هذه الورقة
هكذا، لاحظوا جيدا. أنا سبق لي وأنا رسمت عليها هذا الشكل النهائي لها. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. دمتم في رعاية الله، إلى حلقة مقبلة. شكرا. صديقتنا نهيلة اليوم ستحدثنا عن موضوع الإدمان على الهاتف والتلفاز. تعالى وبركاته. كما لاحظتم معي، فكثير من التلاميذ يمضون أوقاتهم في مشاهدة التلفاز أو الهاتف، ولكن هذه الأجهزة تسبب ضرراً كبيراً على أجسامنا وعقولنا. فإدمان التلفاز أو الهاتف يضعف التركيز ويقلل نسبة الذكاء والإبداع الفكري، وقد يوصلنا إلى التوحد، كما هذه الأجهزة تضعف النظر وتسبب الكسل. ويجب أن تعلموا الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تمنع منعًا باتًا على الأطفال في عمر السنتين أن يشاهدوا التلفاز، والأطفال في عمر 3 إلى 5 سنوات يمكنهم مشاهدة التلفاز في ساعات في اليوم الواحد، والأطفال ما بين 8 إلى 10 سنوات يمكنهم مشاهدة التلفاز ساعتين في اليوم الواحد. والسلام عليكم ورحمة الله. نمر الآن وكما تعودنا إلى فترة دردشة، وضيفة اليوم هي تلميذتي ابتسام الهبري. السلام عليك صديقتنا ابتسام، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. وكما تعرفي بأننا نمر بهذه الفترة في زمن كورونا، ونحن نلتزم ببيوتنا للوقاية من الفيروس، ولكن الحمد لله صديقتنا ابتسام. وكيف تقضين وقتك؟ ما هي الأعمال التي تزاولينها؟ وهل تساعدين أمك في أعمال البيت؟ نعم أستاذتي، أزاول بعض الأعمال اليدوية وبعض المرات أساعد أمي في أعمال المنزلية ولدي حصص قرآنية، وفي رمضان وأقرأ القرآن. لحد الآن وصلت للحزب الرابع، الحزب الرابع من القرآن. جيد صديقتنا ابتسام، بارك الله فيك، ولكن يجب أن تقرأي المزيد من القرآن لكي تحاولي أن تختميه في رمضان، فكما تعلمين رمضان شهر القرآن. بارك الله فيك. وما هي النصائح التي توجهينها لأصدقائك؟ إن شاء الله أستاذتي العزيزة، ونصائحي لأصدقائي الأعزاء نصائح عديدة، من بينها حفظ القرآن لأنه ينمي العقول ويعرفنا على كلام الله، والالتزام بالبيوت، والمحافظة على نظافة الأيدي. صحهم كذلك بمتابعة دروسهم عبر منصة تيميتيس أو عبر مجموعات التي ينظمها أساتذة، ولذلك يجب مراجعة، لأن هذه ليست عطلة، بل كل يعرف بأنها فقط حجر صحي للوقاية من الفيروس. شكرا جزيلا صديقتي ابتسام على هذه النصائح، وأكيد أن أصدقائك سيعملون بها. كما قلت سالفا، فشهر رمضان هو شهر القرآن، لذلك يجب علينا أن نقرأ القرآن في كل يوم، فللقرآن فوائد كثيرة تعود علينا بالنفع. صديقنا إبراهيم سيقدم لنا فوائد قراءة القرآن، فأنصتوا واستمعوا. يا
يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك ويكافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. وفي الحديث يقال عن صاحب القرآن: إذا دخل الجنة يقال له اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد كل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائدها، لا يتخلى القرآن عن صاحبه، بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه. وفي الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا في اثنتين، رجل أتاه الله قرآنا فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رائعة وتجارة لن تبطل. قرآني قرآني في قلبي وجناني، أحلى ما قد يتلى في كل الأزمان، هو نور لحياتي ورفيق سوياتي في كل الأوقات، لا أنسى قرآني. ملأ حياتي معنى، أرشدني للجنة، ربي يا ذا المنة أكرمني بجناني، يلبس أهلي تاجا وضاء وهاجا، يجعل لي منهاجا ويزيد اطمئناني. جزاك الله خيرا يا إبراهيم، وأسأل الله أن نكون من أهل القرآن، من أهل الله وخاصته. نمر الآن إلى جو الشعر، إلى لغة الضاد، مع صديقتنا ابتسام التي جمعت لنا مجموعة من الأبيات الشعرية التي تتحدث عن حسن الخلق، فتفضلي يا ابتسام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. اليوم سوف أقدم لكم أو سوف أهديكم أقوال الشعراء، وهذه الأقوال تتحدث عن حسن الأخلاق، وهي كالآتي: يقول الشاعر محمود اليوبي: والمرء بالأخلاق يسمى ذكره وبها يفضل في الورى ويقر. ويقول الشاعر أبو التمام: فلم أجد الأخلاق إلا تخلقا، ولم أجد الأفضال إلا تفضلا. ويقول متوكل الليثي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، أعظم عليك إذا فعلت عظيما. ويقول أحمد شوقي: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فألقم عليهم مأتما وعويلا. ويقول الشاعر معروف الرصافي: هي الأخلاق تلبس كالنبات، وإذا صفيت بماء المكرمات فكيف تظن الأبناء خيرا، وإذا نشوا بحضن السافلات. صلى الله عليه.
وخير ما نختتم به حلقة اليوم نفحات من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أين ولد وكيف أمضى طفولته وأول زوجاته كذلك. فهيا نستمع إلى صديقنا عثمان. الله عليكم صديقاتي أصدقائي، ومرحبا بكم في فقرة السيرة النبوية. مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم في عام الفيل. أول من أرضعته تويبة مولاة ابن لهب، وقد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي. التمس له جده مرضعة من بني سعد هي حليمة التي رأت في النبي صلى الله عليه وسلم الخير والبركة. ولقد ماتت أمه وعمره 6 سنوات. بعد موت أمه تعهد جده العطوف عبد المطلب وكان يعامله أحسن من بنيه. عهد به عبد المطلب قبل وفاته إلى عمه أبي طالب. مات عبد المطلب وللنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 8 سنوات. عمل صلى الله عليه وسلم برعي الأغنام ثم بالتجارة، والتاجر في مال السيدة خديجة رضي الله عنها. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة وسنه 25 سنة، وكان سنه 40 سنة. وصلنا إلى نهاية حلقتنا الثانية، ونضرب لكم موعدا أعزائي المشاهدين في الحلقة الثالثة بإذن الله، فكونوا في الموعد. وشكرا جزيلا على المتابعة. Thank you.